حفظت ذاكرتنا ما حفظت من أن المسلمين في عصور نهضتهم اهتموا في الكتب اهتماماً لا سابق له في العالم آنذاك، فاقتنوا الكتب واحتفظوا بها، وكان في كل بيت مكتبة، كما نوه بذلك المستشرق الألماني آدم ميتز. إذ أقبل العرب على الكتابة والتدوين والتأليف إقبالاً استثنائياً، وأولوا المخطوطات والكتب والمكتبات عناية غير مسبوقة في التاريخ. وأصبح الحال كذلك وصار، خير جليس في الزمان كتابه، فلا غرابة أن يبدأ إثراء العقل وإنماء الإبداع بالكتاب، ولا فضاء للكتب يحتويها إلا مكتبة شاملة تكون في متناول الناس. ولم تكن العتبة العباسية المقدسة بعيدة عن معرفة الدور الأساسي للمكتبات في حياة طالب العلم، إذ أنشأت مكتبة تضم الآلاف من عناوين الكتب القيمة. إن المكتبات تعد من أهم مراكز الحراك الثقافي والفكري، منها ينطلق العالم والمفكر وصاحب الرسالة إلى فضاءات ومساحات جديدة لينهل من تجارب الآخرين الذين صهروا جل حياتهم في صفحات مسطورة بسنين الحياة الطويلة. تعد مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة واحدة من أهم المكتبات في العراق والعالم، فهي تضم عشرات الآلاف من عناوين الكتب، وتقدم الخدمات لمئات المستفيدين منها من داخل مدينة كربلاء وخارجها، كونها تتيح معلوماتها الورقية والبيبلوغرافية عبر موقعها الإلكتروني. يندرج تحت المكتبة العديد من المراكز المتخصصة تحقيقاً للأهداف والخطط التي وضعتها إدارة قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، ويأتي مركز الفهرسة ونظم المعلومات في مقدمة المراكز التي تعمل بجهد كبير في تحقيق النمو الفكري في مجال المكتبات ومساعدة الباحثين في الوصول إلى المعلومات النظرية بكل سهولة. أولت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة الاهتمام العلمي والفكري في مكتبة دار مخطوطات العتبة العباسية. مكتبة دار مخطوطات العتبة العباسية تتكون من مراكز عدة، منها مركز الفهرسة ونظم المعلومات، يعتبر عصب الحياة للمكتبة وفي جميع المكتبات اللي تعمل على الأنظمة العالمية. الفهرسة والتصنيف هي تعطي الشكل الحقيقي والشكل الموضوعي والتصنيف العالمي للمكتبات من خلال إبراز الموضوعات الخاصة للكتب. ويتكون مركز الفهرسة ونظم المعلومات من 5 وحدات رئيسة، وهي الفهرسة والتصنيف، التدقيق الاستنادي، الدعم الإلكتروني، تصوير الكتب، الأرشيف. المركز كان يتكون من 3 أشخاص، أنشئ في عام 2008 عند افتتاح المكتبة، وتطور هذا المركز نحو الأفضل والعلمية إلى أن أصبح مركز الفهرسة ونظم المعلومات، يتكون الآن من 40 شخص متخصصين في علم الفهرسة ونظم المعلومات. يقوم المركز باستلام الكتب من المكتبة ويعمل بطاقة فهرسة بيبلوغرافية، وعند الانتهاء من الفهرسة بيبلوغرافية إظهار محتويات الكتاب من مؤلف وعنوان وبيانات نشر إلى آخره، يحول إلى
الفهرس الموضوعية لاختيار الموضوع المناسب واختيار رقم التصنيف الذي يعتبر هوية الكتاب على الرف. وتأتي الحاجة إلى إنشاء هذا المركز المتخصص بعدما أخذت المكتبات بعين الاعتبار تطوير مقتنياتها المادية والفنية تحقيقاً للأهداف التي وضعت من أجلها. ولهذا فإن الفهرسة تعتبر من أهم الموضوعات لدراسة المكتبات ومراكز المعلومات، وهي من صميم العمل الفني، وبدونها تصبح المكتبات ومراكز المعلومات مجرد مخازن مليئة بالكنوز يصعب على روادها الاستفادة منها. قسم الفهرسة هو أحد الأقسام الأربعة المكونة لمركز الفهرسة ونظم المعلومات. أساس عمل هذا القسم هو إنشاء التسجيلات الببلوجرافية للأوعية المكتبية، والتي تشمل الكتب والرسائل الجامعية والأطاريح والمجلات والدوريات وإلى غير ذلك. وتسجل هذه البيانات بوصف عالي ودقيق، وتشمل التسجيل الببلوجرافية اسم المؤلف والعنوان وبيانات الطبعة وبيانات النشر والسلسلة وغير ذلك. وتسجل هذه البيانات وفق معيار مارك 21 وقواعد RDA، وتسجل التسجيلات الببلوجرافية على لغتين العربية والإنجليزية حسب لغة الوعاء المفهرس. مع مرور الزمن طرأت تغييرات وتحديثات كثيرة على طرق الفهرسة، فكانت بالكاد تلبي احتياجات المطالعين. أما الآن فإن الكتب تفهرس بصورة احترافية تمكن الباحث من إيجاد الموضوع الذي يريده بسهولة، وبطرق بحث متعددة ومبسطة تلبي احتياجات الباحث. وأخذت وحدة الفهرسة والتصنيف في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة على عاتقها اقتناء أحدث وأفضل نظام للفهرسة في مكتبتها وفق معايير عالمية لتلبي احتياجات المطالعين، وهو نظام LCC الذي يقوم بتصنيف الكتب إلى مجموعات مستنداً على المواضيع. التدقيق والضبط الاستنادي هو أحد أقسام مركز الفهرسة ونظم المعلومات، يعتمد نظام مكتبة الكونغرس LCC. بعد ما يجي الكتاب من قسم الفهرسة راح يقرأ المدقق الكتاب. طبعاً يتوزع الكتب حسب كل مدقق، والمدققين عندنا كل من له اختصاص خاص به، فراح تتوزع الكتب كل من حسب اختصاصه. راح يقرأ الكتاب قراءة جيدة حتى يستطيع أن يوصل للموضوع الأمثل. بعد تدقيق الكتاب يتحول إلى الضبط الاستنادي، والضبط الاستنادي هو خاص بالأسماء والمؤلفين سواء كانوا أسماء أشخاص أو هيئات أو مؤتمرات إلى آخره. بداية نبحث عن الاسم المؤلف إن كان موجودا طبعا في برنامج السيمفوني اللي هو يعني عنده بطاقة سابقة عندنا. مرات أسماء تجينا ما موجودة ببرنامج السيمفوني، فنقوم احنا بالبحث عنها عن طريق الجوجل أو في بطون الكتب الأخرى كتب التراجم. وبعد ما نخلي الموضوع راح نختار الرقم الدولي اللي هو LCC من Classification، ونرفف حسب هذا الرقم العالمي حتى يكون تدرج في المكتبة سهل ويسير. وأيضا نخلي نضيف العفو إلى البطاقة أيضا رقم ديوي العشري للمكتبات الجامعية حتى تستفاد من عنده أيضا مع رقم الكونغرس. تظهر أهمية الفهرسة والتصنيف من خلال الكم الهائل من المعلومات التي تحويها المصادر المختلفة، وهذا ما عرف بثورة المعلومات أو الانفجار المعرفي، حيث ظهرت المعرفة بموضوعات ولغات متعددة، وذلك أدى إلى صعوبة السيطرة عليها من خلال الجهود الفردية اليدوية، مما تطلب وجود أسس وقواعد لتنظيم هذه المصادر وتقديمها للمستفيدين بأقل وقت وجهد ممكنين. وهنا تبرز أهمية وحدة تصوير الكتب في تحويل الكتب الورقية إلى كتب إلكترونية يمكن للباحث الاطلاع عليها من دون أي عناء. قسم تصوير الكتب استحدثناه سنة تقريبا 2011 طريق المكتبة العتبة العباسية المقدسة. مكتبة العتبة ما قصرت، وفرت لنا الأجهزة المطلوبة والبرامج المطلوبة، المنتسبين المطلوبين من أجهزة تصوير وكاميرات، وقامت بالتطوير هذه البرامج خلال هاي الفترة.
بعد إكمال التسجيل السنادية ينتقل الكتاب إلى مرحلة التصوير، تصوير الغلاف إضافة إلى تصوير الكتاب كاملا وتحويله إلى PDF بعد معالجته ببرنامج الفوتوشوب. طبعا احنا عندنا الكتاب يمر بعدة مراحل، من يجي من خلال المكتبة يروح للتصوير، من التصوير يروح على عن طريق شبكة داخلية نتورك مربوطة بين أجهزة التصوير، يدخل مرحلة المونتاج، يتأرشف يعني معلومات كاملة عنه ننزله، يتحول لأسود وأبيض، على مود نقدر نسنسخه، نقدر نحوله إلى كتاب جديد، نجلده مرة ثانية، حفاظا على الكتاب الأصلي. الهدف من هذا النظام الوصول إلى أعلى معيارية لفائدة الباحث، وحتى يكون هناك ربط بين الكتب القديمة والحديثة والكتب التراثية، حتى نصل إلى تقريب كل خيارات الباحث أمامه بضغطة زر واحدة. كذلك الفائدة من عملنا أنه بعض مثلا الباحثين يحتاجون في الكتاب محدد بس هو موجود يعني قريب عنا، فيقدر يطبع على الانترنت على موقع المكتب، مكتبة العتبة العباسية. الكتب التي ليس فيها حقوق نشر نقوم برفعها على الموقع الإلكتروني للمكتبة، أما الكتب التي فيها حقوق نشر فتكون غير مرفقة بالنسبة للبطاقة على الموقع الإلكتروني. ويضم المركز وحدة متخصصة في تقنية المعلومات، ويأتي عملها مواكباً للتطورات الكبيرة في مجال المعلومات والتقنيات المستخدمة في مجالات البحث العلمي، وكذلك معالجة المشاكل التقنية في مجال البحث الإلكتروني. يعتبر قسم الدعم الفني من الأقسام المهمة في مركز الفهرس ونظم المعلومات لما يقدمه من خدمات وحلول ومتابعة وصيانة بشكل عام، وبشكل عام هو المسؤول عن الإجراءات التقنية داخل المركز، وبالخصوص صيانة الحاسبات والشبكات وكذلك إدارة السيرفرات وإدارة نظام سيمفوني. نظام سيمفوني لما اقتنت العتبة العباسية كان الهدف منه أنه يكون متطور حتى تكون فائدة الباحث في أقصى حالاتها، بحيث يكون الترابط والكتب مرففة حسب الأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب، أي شجري ما يتيح أكو برنامج غير السيمفوني. هذا النظام للباحث يقدر يقربه أقرب صورة إلى البحث مالته. ومن أهم النشاطات التي تقوم بها قسم الدعم الفني هو متابعة آخر مستجدات التقنية بشكل عام وفي مجال أنظمة المكتبات بشكل خاص. يسعى مركز الفهرسة ونظم المعلومات بشكل دائم ومستمر لمواكبة التحديات التي تتمثل في الازدياد المضطرب للمعلومات ومصادرها المختلفة، ساعية أن تكون عونا للمكتبات في داخل العراق وخارجه في تسهيل عمل الباحثين وطلاب العلم والمعرفة، وأن تحقق في خدماتها مكانة متميزة تجعلها تصل إلى مصاف أرقى المكتبات العالمية، والتي تتكامل مع الرسالة التي تسعى إليها العتبة العباسية المقدسة. حرص المركز على تطوير هذا العلم من خلال إقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المتخصصة من أجل إنعاش المتخصصين في هذا المجال وإيصالهم نحو العالمية. فأقام المركز مؤتمرين متخصصين في علم المكتبات والمعلومات، أحد هذه المؤتمرات كان باشتراك مع قسم المعلومات والمكتبة في الجامعة المستنصرية كلية الآداب، وأيضا أقام ندوات متخصصة في التنمية المستدامة كانت أحدها خاصة بالمكتبات الجامعية والثانية كانت خاصة في المكتبات الطبية. كان لمركز الفهرس ونظم المعلومات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة الحضور الفعال في المشاركات الخارجية من خلال المؤتمرات المتخصصة في مجال المعلومات والمكتبات، ومن هذه المؤتمرات هي مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات إعلم، الذي يعتبر من أهم المؤتمرات في الوطن العربي لما له من أهمية وقيمة علمية، حيث كانت المشاركة الأولى لنا فيه سنة 2015.
وأيضا أقام ورش عمل عديدة بخصوص تطوير الفهرس والتصنيف بالنسبة للكوادر الفنية الموجودة في الجامعات والمكتبات العامة. وهذا يعبر عن حرص الأمانة العامة للعتبة العباسية والمكتبة أيضا إلى أنه وصول المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات في العراق نحو العالمية والأفضلية. شارك مركز الفهرسة ونظم المعلومات في عدة مؤتمرات خارج العراق، وقدم بحوثا قيمة لاقت اهتماما واسعا من قبل المهتمين في مجال المكتبات، وحصل على مراكز متقدمة على تلك البحوث. أثمرت هذه المشاركات في المؤتمرات الدولية على استحصال مركز الفهرسة ونظم المعلومات على عدة جوائز من خلال المشاركة في عدة بحوث. كانت من ضمنها الجائزة المستحصلة من قبل مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي للبحث الموسوم آلية تطبيق البيكون في المكتبات. تمت مشاركتي في بحث في مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي نسخة 25 المقام في دولة الإمارات في إمارة أبوظبي، بحث مشترك مع الأستاذ حسين الموسوي مدير مركز الفهرسة ونظم المعلومات، وتم حصول بحثي كأفضل ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر على مستوى 40 بحث مقدم في المؤتمر. وكذلك الجائزة المستحصلة في المؤتمر الإبداع في تعليم علوم المكتبات والمعلومات في القاهرة من خلال البحث الموسوم تدريب المستفيدين في المكتبات المدرسية تجربة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة في مكتبات مدارس العميد النموذجية. كانت هذه الجائزتين من أبرز الثمار مشاركاتنا في المؤتمرات الخارجية. لا يقتصر عمل مركز الفهرسة ونظم المعلومات على العمل داخل أروقة مكتبة العتبة المقدسة، بل أنه أيضاً يساعد جميع المكتبات في الجامعات العراقية من خلال ورش تدريبية على برامج دولية معتمدة في مجال الفهرسة والتصنيف. النواحي اللي قدمها المركز العلمية هو ما يقارب 33 دورة علمية من لجميع المكتبات الجامعية من جامعة كركوك إلى جامعة البصرة. وأيضاً قام المركز للإشراف على المكتبات المهمة منها دار الكتب والوثائق العراقية، الجامعة المستنصرية، جامعة البصرة في الإشراف عليها وخوض التجارب العلمية. وكذلك دوره في تحديث المناهج التعليمية في أقسام المعلومات والمكتبات في الجامعات العراقية، وأن له دور بارز لإظهار مقتنيات المكتبة من خلال الفهرسة الببليغرافية وإظهار كل ما يتعلق بالكتاب من معلومات وإبرازها للباحثين، وكذلك العمل التسجيل الاستنادية للمؤلفين وربطها بالمواضيع وربطها بعناوين الكتب لتسهيل عملية البحث والاسترجاع وتقديم الفائدة للمستفيدين. حقيقة بعد ما حولنا إلى RDA صار الطلب من كل جامعات العراق أنه تريد تتقن هذا العمل الحديث، وبما أنه إحنا المكتبة الوحيدة اللي تتقن هذا النظام تاحنا للجامعات فرصة للحصول عليه. وبطلب رسمي من كلية الآداب في الجامعة المستنصرية بتدريس مادة الفهرسة الوصفية لطلبة المرحلتين الأولى والثانية في قسم المكتبات والمعلومات للعام الدراسي 2017-2018 و2018-2019، وكان إلى وقع بالمكتبات وتأثير للنهوض بها للدول مثل الدول المتطورة. قدم قسم الدعم الفني مجموعة من الدورات للمكتبات المركزية والفرعية في الجامعات العراقية على كيفية إدارة نظام كوها للمكتبات، وكذلك دورة في مجال الأرشفة الإلكترونية عن طريق استخدام نظام الديسبيس. طبعاً أخذنا أكثر من تقريباً 5 دورات بخصوص هذا البرنامج كوها، وأخذنا دورة متقدمة جداً بعدها اشتغلنا
على البرنامج، استفادينا من عدة كثير، يعني توحيد فهارسنا، الانفتاح على العالم العربي والعالمي. خلانا نتعرف على المكتبات العالمية، مكتبة الكونغرس الأمريكي، مكتبة اتحاد المكتبيين بالقاهرة، مكتبة جامعة القاهرة، مكتبة الإسكندرية، من خلال اطلاعنا على مكتبة الشارقة بالإمارات، يعني وسعت أفكارنا، خلتنا نوحد المصادر عندنا، وهذا الشيء يوفر لنا سهولة ويا الباحث ويا المستفيد الدراسات الأولية ويا الدراسات العليا. إن شاء الله من خلال هذه الدورة نحيل البرامج التقليدية حالياً في المكتبة في برامج حديثة ومتطورة وآلية. التدريب الذي حصل عليه موظفينا في على هذا النظام من قبل كوادر العتبة العباسية سهل إمكانية تطبيق هذا النظام أيضاً في كافة مكتبات الفرعية، وهي مكتبات الكليات والمراكز التابعة لجامعتنا، كما أنه يسر علينا إمكانية التفاعل والربط الشبكي بين مكتبتنا وبين باقي المكتبات الكليات والمراكز، إضافة إلى خواص عديدة ممكن يحقق التصفح الآلي، حيث أن بإمكانية أي طالب منتسب إلى جامعتنا أو إلى فئة جامعة ممكن أن يتصفح آلياً الفهرس دون الحاجة إلى مراجعة المكتبة. خلال العمل المستمر في الضبط الاستنادي تولدت لدينا أفكار ببناء مشروع أو إنشاء مشروع الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين الذي يجمع كل المؤلفين العراقيين ونتاجهم العلمي في موقع إلكتروني خاص بالمؤلفين، ومن خلال هذا المؤلف نكتب طبعا الصيغة أو المداخل المقننة للاسم كذلك والحالات التي تتبعه واللغة التي يؤلف بها والجنس ذكر كان أم أنثى، وإضافة صورة شخصية للمؤلف وذكر جميع المؤلفات اللي موجودة للمؤلف سواء كانت عندنا داخل العتبة العباسية أو خارج العتبة العباسية، مع إضافة لكل مؤلف موجود لهذا المؤلف عنوان أو مكان تواجد هذا المؤلف في المكتبات العراقية. ورغم كثرة الكتب وتنوعها، مركز الفهرسة ونظم المعلومات عازم على فهرستها وأرشفتها من أجل الحفاظ على تراث الفكر الإنساني، وإنه يروم إيجاد آلية عربية لحصر وضبط وحفظ ونشر التراث العربي والإسلامي المنشور وغير المنشور والموزع على نطاق واسع من المكتبات العربية وغير العربية على اتساع العالم كله. أما يخص الاتفاقيات فهنا فالمركز ساهم في مجموعة اتفاقيات من أجل تطوير المكتبات الداخلية والخارجية، منها الاتفاقيات الخارجية تم الاتفاق مع عمل اتفاق مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات اللي مقره هو في لبنان. وما يخص الاتفاقيات الداخلية فكان مساهمة المركز في اتفاق مع دار الكتب والأوثاق العراقية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة المستنصرية، جامعة بغداد، جامعة البصرة، وأيضا جامعة المثنى. وهذه الاتفاقيات تعزز من أجل تعزيز العلمي والثقافي للمكتبات والنهوض نحو العالمية ومقارنة المكتبات العراقية مع المكتبات العالمية من أجل الوصول إلى نحو الأفضل والأحسن. إن من أهم الثمار التي استحصلت عليها مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة من المشاركات الدولية هي اعتمادنا من قبل الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات الأفلا كمنسق رسمي في العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك اعتماد مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة الممثل الرسمي في العراق لإضافة بيانات المكتبات العراقية في الموقع العالمي الخارطة الدولية للمكتبات والمعلومات، وكذلك عقد اتفاقية تعاون مع الاتحاد العربي للمعلومات والمكتبات أعلم. تتنوع خدمات المكتبة لروادها ولكل طالبي العلم بصفة عامة، إلا أن أبرز خدماتها هو ما يقدمه مركز الفهرسة ونظم المعلومات
الذي ارتبط بمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، والتي تسعى للارتقاء بالفكر الإنساني عالياً كمنارة علمية ترقى وترتقي بما حولها والدالف إليها.